أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي إن الاقتطاعات التي تم الاتفاق عليها في الموازنة الأوروبية للتوصل إلى هذا الاتفاق حول خطة الإنعاش الاقتصادي لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية بعد تضررها بسبب فيروس كورونا كان من الصعب تقبلها. وأعلنت المسؤولة الأوروبية إن اتفاق المجلس الأوروبي جلب بعض النور إلى نهاية النفق، لكن مع النور يأتي أيضا الظل، وفي هذه الحالة يتجسد الظل على شكل ميزانية أوروبية شديدة الضعف على المدى الطويل.